خبر مؤسف، توفي فضيلة الشيخ الدكتور أبو أيمن هاشم محمد علي المشهداني الذي وافته المنية قبل قليل في مستشفى بالدوحة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. كان رحمه الله خطيبا مفوها وداعيا مخلصا وعابدا زاهدا، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الشيخ هاشم المشهداني، وسوف يصلى عليه غدا الأربعاء بعد صلاة العصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه ويتغمد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وزويه الصبر والسلوان.